بصنا كده على المنظر، اوف رهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير اخواني واصدقائي الاعزاء على الصفحة وعلى قناتي على اليوتيوب. اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا انا كتبت الاعلان عندي على الصفحة، بس انا احب دايما برضو، في ناس ما بتحبش تقرا، في ناس بتحب المعلومة بتوصل لهم افضل عن طريق الفيديو. فانا حابب اعلن على الفيديو ان شاء الله باذن الله. هو تاريخ يعني مشهور عندنا احنا المصريين، يعني غير العرب، يوم اول يوم للتقديم على الهجرة، وهو 6 اكتوبر. طبعا كلنا بنحتفل ب 6 اكتوبر والكلام ده كله، فاحنا يوم يعني ما تقدرش تنساه. عشان لو اي حد بيسألني الهجرة امتى، الهجرة هتفتح يوم 6 اكتوبر وهتقفل 9 نوفمبر. في ناس كتير طبعا هتبعت خد قدم لي، الموقع مش شغال، الموقع بايظ مش بيفتح في مصر. الموقع بيبقى عطلان عندك، عطلان في كل مكان، فما تقلقوش، لان التقديم بيبقى ناس كتير بتقدم اول ما الموقع يفتح على طول، فالموقع بيقع، فموضوع عادي، استنى عادي، استنى لتاني يوم، اعمل ريفرش للصفحة والكلام ده كله. ايه تاني؟ انا بحاول بس افتكر الاسئله اللي تسال. يا ترى اللي بيقدم اول واحد بيكسب، واللي بيقدم اخر واحد بيكسب؟ مفيش، ملهاش اي تقييمات، ولا اللي بيقدم في الاول ولا في الاخر، موضوع كله حظ واختيار عشوائي. اسمها هجره عشوائيه، اختيار عشوائي. تنصحني اقدم باكتر من ابلكيشن؟ والله لو قدمت انت بنفس الابلكيشن نفس الاسم كذا مره اكيد هتترفض، لانه اسمك داخل مرتين او اكتر من مره. بالنسبه بقى، في ناس بتقدم استمارة باسم زوجته، استمارة باسمه. انا ما عنديش بصراحة يعني اي ادلة اقول لك كده صح او كده غلط. الموقع الرسمي بيقول ايه؟ الموقع الرسمي بيقول تقديم مرة واحدة، حاول تكون مجهز البيانات بطريقة صحيحة، عشان لو دخلت اي بيانات بطريقة خاطئة هيترفض. تمام، هو ده الكلام اللي موجود في الموقع الرسمي وعلى الفورم او الابليكيشن بتاعهم. هنحور احنا بقى ونعمل ايه؟ انا معرفش، لان احنا هو كده كده تلاعب على الكمبيوتر، مفيش مشكله، والكمبيوتر اللي بيختار. بس انا لا انصح بالتقديم مرتين او مره واحده. قدمت الناس قبل كده مرتين، انا عبد المأمور، اللي بيقول لي قدم لي 2 بقدم له 2 زي ما كانوا بيطلب. اخر حاجه حابب اقولها للناس، خليش حد يضحك عليكو، خليش حد يقول لك تعالى اقدم لك. التقديم سهل فشخ، سهل جدا جدا. عامل انا كل سنه بعمل فيديو بطريقه التقديم. عايزين تشوفوا الفيديوهات القديمه، مش هتفرق عن الجديد بكتير، بس انا بحب كل سنه اول ما الابلكيشن يفتح، عشان لو في يعني حرف زياده، تعديل بسيط، نكون فتحناه مع بعض ووريته لكل الناس. عايزين تشوفوا الفيديوهات القديمه، خشوا على الصفحه عندي على صفحه اليوتيوب، موجود كل الفيديوهات التوضيحيه ازاي تقدم خطوه بخطوه. الموضوع سهل جدا، ما تخليش حد ينصب عليك، تخليش حد يضحك عليك، وما تبقاش تحت رحمه حد، استنى حد يقدم لك. يا ريت الناس تبدا من اول اللحظه دي، اللي نفسه يسافر يبدا من اللحظه دي، ان هو يعتمد على نفسه، لان باذن الله لما تتقبل هتحتاج تعتمد على نفسك اكتر واكتر. ربنا يوفق الجميع. لو اي حد عنده سؤال يكتب كومنت تحت الفيديو ده، ابعتوا لي رسائل، هحاول ابص على كل الرسائل اللي عندي. الادمن اللي كان عندي كان تعبان شويه، عشان كده ممكن في ناس كتير ما ردتش عليهم. انا اسف، انا شخصيا ما ردتش على حد، عشان والله مشغول. انا مش عارف انا قلت لكم ولا لا من اخر فيديو، انا نقلت شغل جديد، وشغل في الهيلت كير كارير، يعني في المجال الطبي، يعني طب العيون. فالموضوع صعب وزياده عليا وسو ستريسفول، وعندي تريننج وحاجات كتير بعملها، فمخلياني ما عنديش اي وقت، حتى مقصر مع اسرتي ان انا مش فاضي خالص، مشغول جدا جدا جدا. بس ان شاء الله بجهز لحاجات كتير نعملها مع بعض وتنفع الناس كلها. فانتظروا الفيديوهات اللي جايه. لو انت ما اشتركتش، اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا لدعمكم المستمر، هو دعم خفيف بس كل اللايكس والكومنت على راسي، شكرا ليكم. واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم.